اهلا بيكم. كتير بنتعرض لما بنشتري اي شوز او اي جزمة ممكن ما نستخدمهاش مرة او اتنين ونلاقي عندنا ابتدت تقشر، فبنضطر ان احنا نرميها. لا هقول لكم على فكرة بسيطة، خاصة للاطفال بتنفع قوي الحاجات اللي فيها استرس، ونقدر نعالج بيها الرتوش ده. مش محتاجين غير استرس شوية صغيرين خالص، يعني هنقول مثلا ب5 جنيه، والبرونز ده بيتباع العلبة، فيه علبة صغيرة كده بجنيه بس كده. وطبعا دي الفرشة اللي احنا هندهن بيها المادة اللزقة. انا هستخدم هنا هو دوت كله دي، فيه برطمانات وفيه اللي هي بالأنبوب. اما بنخلصها بيبقى الشكل بتاعنا هنا، شايفين شكل لذيذ وبسيط جدا ومش هيكلفنا حاجة كتيرة، ونقدر لو احنا جبنا حاجة غالية او حاجة ما استخدمناهاش كتير او حبينها، يعني في احيانا بيبقى حاجة ليها عندنا ذكرى. حاضر. والسلوتيب هنستخدمه برضو. يلا بينا نشوف الخطوات. اول حاجة هنعملها ان احنا نتأكد من نظافة الشوز اللي احنا هنلزق فيه، علشان المادة اللازقة ما تيجي تلزق ما يبقاش في نسبة تراب عليها فما تلزقش كويس. اهم حاجة نتأكد بس من نظافة الجزء اللي احنا هنلزق. اول حاجة هنعملها هنجيب السلوتيب عشان نحدد الجزء اللي احنا مش عايزين يبقى فيه الغير، فانا بس هقتصر بالجزء اللي قدام دوت. بعد كده هبتدي اجيب اي فرشة عندي واخد نسبة كويسة من الكله، هي كانت موجودة عندي. الحاجات دي انت لازم تبقى عندك في البيت، ممكن تستخدميها، انا يعني بستخدمها في كذا حاجة. لازم اوزع كويس، وهنا زي ما انتوا شايفين هنا الجزء دوت ابتدى يتشال، فالكله من يعني يعتبر معظم بتوع الجزم بيستخدموا الكله في لزق الحاجه. هي قويه جدا بس ما بتنشف. دلوقتي هنبتدي ان احنا نحط الاستراس بتاعنا. هاتي ساره. بس نضغط عليها. طبعا هي بتبقى في الاول طريه يا جماعه، عشان وانتوا بتعملوا بيها ما تقولوش دي مش هتنشف او مش هتثبت الحاجه، لا هي يعني اليوم اللي انت هتعمليه فيها هتسيبيه يوم كامل تتاكدي بس من ان هي ابتدت تنشف. هنبتدي بس نضغط كده ونلزق الجزء بتاعنا اللي هو عايزين، اللي هو فيه تقشير، اللي عايزين نداريه يعني. زي ما انتوا شايفين احنا وزعنا كده الاستراس بتاعنا. هنبتدي نعمل ايه علشان الرتوش بتاعه الكله ما تبانش معانا؟ هنبتدي بالبرونز. ماما وهنلاقيه ثابت معايا. ماما الثانيه. ماما حاضر يا ساره. ماما ده دول شايفين اديت لها برده شكل حلو خالص. خلاص هنبتدي بقى نشيل السلوتيب بتاعتنا اللي محدده لنا مسافه الكل. موضوع بسيط مش هياخد مننا ثواني يعتبر. شايفين الشكل بتاعها بقى جميل ازاي. هنستنى خالص لحد ما تنشف. يا رب الفكره البسيطه ديت تعجبكم وتنفذوها وتقولوا لي رايكم بيها. اهم حاجه ده لازم تتأكدوا ان هو نشف، يعني سيبوه يوم كامل من غير ما تستخدموا الشوز. مع السلامة. باي باي.